للأسف حتى الآن في موريتانيا حسب علمي لا يوجد مختبر قادر حتى الآن على القيام بهذا الدور، مع وجود بعض المختبرات لديها أجهزة لكنها في تستخدمها في مجال آخر. قضية الشاي نقطة في جنب دور، هي مسألة بسيطة جدا من ما هو موجود، لكن خبراء المهجر اختاروا الشاي لأنه المشروب الذي يتناوله جل الموريتانيين، وهذه فكرة مسألة يمكن أن يبنى عليها، لأن كما قلت لك هي مسألة تراكمية. لكن إذا ذهبنا قليلا عن الشاي نجد أيضا عندنا السكر يجب أن يقام بتحليله، عندنا اللبن، عندنا المواد الغذائية المصنعة التي تأتي من كل حدب وصوب بدون أن تقام لها تفتيش. الدولة الوحيدة التي لا يقام بها تفتيش على المواد الغذائية التي تأتي من الخارج هي موريتانيا، وهذه كارثة.